سمعت الانفجار فجيت بسرعة على المكتب، لقيت المكتب زي ما انت شايف حضرتك كده متدمر. وأعرفك حاجة صغيرة، دول مش هيعملوا حاجة من المصريين، مصريين رجالة، مصريين رجالة وأبطال، ومهما يعملوا مش هيهزونا. إحنا ورا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحنا ورا الرئيس عبد الفتاح السيسي. شباب شقة، باب الشقة ده نايم. هي كانت نايمة، صحيت على الانفجار. تحديدا كلمتني في التليفون قالت لي البيت بيقع او وقع، وانا حاسه ان تحت الارض او تحت الارض. لازم الداخليه تبقى اقوى. انا شايف الداخليه مش قويه خالص. انت بتطلبها تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اولا المنشات الشرطيه الحساسه دي ما تبقاش جوه الكوكاسي. شكرا. في مدرسه قدامنا هنا ومدرسه قدامنا هنا، الكلام ده لو كان حصل ايام دراسه كانت هتبقى كارثه، كانت هتبقى عجينه بشر. دي نمره واحد. نمره اثنين، لازم يبقى في تواجد امني. لازم يبقى في تعاقد امني فعلا. ازاي عربيه تقف قدام مبنى امن الدوله؟ ده تهريج، ده منتهى التهريج ان عربيه تقف قدام مبنى امن الدوله، ده منتهى التهريج. يعني حقيقه الرئيس تعب معاهم وتعب معانا وتعب في كل حاجه، فكده احنا اللي بندفع الثمن. امن الدوله مش خلاص، انا اللي بدفع الثمن ده، انا ايه ذنبي؟ ايه المنظر اللي حاصل ده؟ انا مش عارفه ايه ده. هو انت كنت فين؟ انا كنت نايمه طبعا. صحيت طبعا على شيء ده، طبعا مفيش حاجه، كل الكلام، كل الشباك وكل شبيك، كل ما هو كله مفتح على بطن الهواء. احنا في الارض كده خالص، مفيش حاجه. قال لي الكاميرا تصور، مفيش حاجه خالص، مفيش حاجه. شكرا. الحمد لله بقى. لقينا الحاجات كلها بتقع علينا، لقينا كل حاجة عمالة، شبابيك، دواليب، كل حاجة عمالة تقع علينا. قمنا جري طبعا، افتكرنا في حاجة، يعني نزلنا جري بتاع تكون العمارة بتقع. نزلنا جري في الشارع، لقينا مبنى من الوطني متهشم تماما، مفيش، الجنب بتاعه كله مهشم، في باكية من السور طايرة خالص. فجرينا لقينا حوالي حفرة بعمق مثلا متر، متر ونص يعني تقديريا. يعني المبنى كله مهشم خالص، ما لقيناش حد خالص، يعني ما حدش طلع من امن الدولة او دخل امن الدولة. او شفتش اي جرحى او مصابين؟ ما شفناش حد خالص خالص. تعالى يا بيه. الحمد لله.